كنشوفوا بزاف في هذا الوقت هذا التهيجات ديال حب الشباب او ولا ورديه الوجه عند الناس بفعل الحمل ديال الكمامه. ف خصنا نميزوا ما بين حب الشباب و ورديه الوجه باش يعني يكون واحد الوقايه اللي كتكون احسن. فحب الشباب هو معروف عند الشباب، ولكن ورديه الوجه هي قليل الناس اللي كيعرفها، فكاين باس انه نعرفوا عليها. فهي كتمثل في حبوب حمراء مملوءه بالقيح، كتصيب النساء اللي اكثر من السن ديال 30 عام، وكتكون هذه الحبوب هذه كتهيج مع ارتفاع الحراره، وخاصة دابا مع ارتداء الكمامات فكتكون الحرارة كتكون عالية، ولذلك فكيكونوا تهيجات. فمن ناحية الوسائل الوقائية من هذه الأمراض بجوج، فهناك كريمات أو مرهمات مرطبة للجلد، ولكن خصنا أولا أنه نشخصوا النوعية ديال البشرة باش نختاروا يعني الكل مريض المرهم اللي ملائم بالنسبه للنوعيه ديالو ديال البشره. فاستعمال هذه المرهمات هذه على الوجه كتكون بصفه منتظمه، وكذلك من ناحيه النوعيه ديال الكمامات هي كتلعب ما بين الوسائل الوقائيه، يعني ارتداء كمامة من نوع تاع الثوب كتخلي انه ما كيكونش تعرض لهذه الحرارة بالنسبة للجلد، ولكن بشرط انه هذه الكمامة هذه خصنا نبدلوها يعني كل 4 سوايع للحماية من الفيروسات والبكتيريا. ثالث حاجة انه كاين نوع من أدوية عبر ماء، يعني كنقدو نبخروه يعني على الجلد، فكيخلي انه كينقص من الوتيرة ديال هذيك الحرارة. ارتداء الكمامة هو شيء أساسي بالنسبة للوقاية، ولكن ما كاينش غير ارتداء الكمامة في هذه الحالة الوبائية، فالنوافذ ولا بد انه تبقى مفتوحة، لانه كنعرفوا انه الفيروس يعني كيكون بكثرة في الأماكن اللي هي كتكون مغلوقة، وحنا على أبواب فصل الشتاء، فولا بد وخا يعني غادي يكون نوعا ما البرد، فولا بد أنه المنافذ خاصها تبقى على الأقل شوية مفتوحة باش كيكونوا ممرات هوائية اللي كتخلي أنه الفيروس ما كيبقاش في البلاصة في نفس الموقع. ثاني حاجة أنه يعني التباعد الجسدي مهم بزاف باش كان نوقيو من هاد الفيروس.